اي اول مره لما الرما اجا بس حاس نحن اجينا كم قديش اجا 150 150 صار هلا انا شفت طرود برجاني الشيخ اللي رحنا على الحيش هاي حيش جاهم نعم جاهم ست مو موزع ليش ايه بدي يوزع وزعوا ثلاث لانه حيش مثل معرم هجره نعم. وجاها كميه منيحه 660 طرد نعم وزعوا بحدود 300 وبقي عم يوزعوا يعني قيد احصائهم صعب شوي اي بس بالضبط بضيع متعدد بس صعب يخلي انه هلا بدي جاهز شفت كامل شهر التنزيل نحن بحاس وزعناهم ال 150 نعم وعندنا اسماء جاهزه ملف جاهز مشان هي بالنسبه للمره هي اول مره نحن إيه؟ يعني لو انت ما انك عينا عليهم وبعت لنا عليهم ترى ما اجاهم ما وزعوا ما اجاهم هلا هاي اول مره مين عره؟ ايه ما اجى في شيء لا في شيء راح نعره من نفس الطرود من نفس الطرود من مدينه عندنا على هي اسمها المنطقة الشرقية كمدينة نحن على خططنا تصل معركة مدينة كمدينة لا هي إذا شملت حاس وشملت مع شهورين مع تصفت المعرة بالنص من يعني بين هون وبين هنيك من هون ما في 7 كيلو ولا أقل من 7 كيلو الوضع ينزل اليوم السوري شيلوا العجة سيل طبعا اليوم كان الشيخ عبد الرحمن يمكن موجود في احد المرات شالوا العجة وصاروا ينزلون على الغارة انه هاي العيدة نفسها فكان يعني اسا عن صعوبة مضاعفة قالوا صار تنزل هزاي بين غرفة يعني هذا اذا كان واحد ما وصل الخبز لهوني مثلا ممكن يموتوا من الجوع اي ممكن اذا في عندهم واحد الان يعني بده حدا يوصل له الخبز لهون الخبز لا يعني اذا بينزل ياخذوا حاجيته من بلد يعني صعب عليهم يا شيخ عبد الرحمن لا مو صعب خلونا ينزل والله خلينا ننزل نمشي مشوا يا لا لا مو صعب ليه والله كفي والله اذا مشينا مشوا عملك ايه ننزل هون بده ينزل شاف لانه خلص اذا مشينا مشي والله ارياح نحن مشان نطلع ان شاء الله